الشرف باسم جماعة الناظور أن نستقبل السيدة الرئيسة من جماعة من ترابية النظر للأطفال في غيجن فرصة مواتية باش نشين أيضاً نفتح جميع الفعاليات تمدد النظر. من بين هذه الفعاليات بطبيعة الحال الأطفال السيدة الرئيسة من الجماعة الترابية من الأطفال تمدد النظر نهار نجتمع كيسن كمجلس وايضا نتوصل زيسن يجن ملتمس وايضا ملتمس عباره عن مجموعه من التوصيات ان شاء الله دي برنامج العمل انشين جمعه بالترابيه النظر منكبه من اجل اعداد جن برنامج العمل تنكسي بنا الاعتبار جميع التوصيات وجميع النقاط المدرجه من خلال استفسارات الساده اعضاء المجلس الترابي الاطفال ضد النظر. بالمناسبه فخورين جدا ان شاء الله سيدة الرئيسة المحترمة والسادة جميع أعضاء الجماعة الترابية للأطفال أديري إن شاء الله إني هنا يجن لاغولين يجن الخلف إن شاء الله ونسيتم أيضا أديري خاص زينق خير وخلفين خير وخلفين خير وسلف. بالمناسبة يا ونشن أيضا نفتح خاص من خلال تحسيس أيضا المجلس الجماعة الترابية للأطفال ذات النظر ان فتح خاصن بطبيعه الحال نستمع خاصن مليح ما يمي باش نكسب مجموعه من المسائل ان شاء الله قادرين نثني يجن الضغط خانق باش نكسب الاعتبار ان نشتغل اكثر ان يجن عمل اكثر مش نحقق يجن نسبه ولو بنسبه من متطلبات السن. ايضا ولكن خاصن السيد الاعضاء والسيد الرئيسه تبلغ ايضا السيد الاعضاء المجلس الترابي الاطفال راني خصنا نخرط لنا كيدنا في اطار التعبئه والتحسيس وايضا المواطنه الحقه ونين من خلال سلوكيات الاطفال بطبيعه الحال نمشي ان شاء الله ان نحاول ما امكن ان نوفر جميع الظروف المواتيه من مراكز سوسيو ثقافيه والرياضيه والتربويه باش يدير المناسب ايضا للاطفال باش يعيش حق من حقوقهم وكذلك ايضا ولكن نبت سهم ما كاين نغذي التنميه اليوم باش يومينيغ باسم السيده الرئيسه المحترمه اتسوض لجميع الاعضاء انه اللمسه نسن الحفاظ نسن خديت نسن النظر مهم جدا دي التنميه ضد النظر نسيتي ان شاء الله نشي النهار انا سليمان نزكوا كرئيس الجماعه نصد الاعضاء النوابين مره نستيتي ان شاء الله شم مستقبلنا شم غير ان شاء الله رئيسة الجماعه ولما لا وانا اليقين انه شم اتوش كثار مي غنوش نشين لانه كنو غاوم ان شاء الله المغرب يتطور فوارتي تطور ان شاء الله هذه حقق من زون شي مره هذه ابناء النغ تلاميذ النغ تلميذات النغ غير ان شاء الله ذي مستوى ان تطلعات ساكن النظر مرة أخرى نتمنوا التوفيق خصوصا كينو كتلاميذ وتلميذات تنميهم التوفيق في مسارهم التعليمي إن شاء الله تفهم ذي النخب النغ مهندسين أطباء كل شيء تخصص النس باش إن شاء الله نفتخر زيهم شي نخدم إن شاء الله ما يطول غادي العمر أغلب الناس خمسة خبر سيدة الرئيسة هني السلام عليكم أما إن شاء الله بعض المسائل إذا بدنا نتحقق إن شاء الله. إذا شكرا مرة أخرى سيدة الرئيسة المحترمة وأيضا لجميع أعضاء المجلس الترابي من أطفال من ثنية نظر شكرا. الناظور سيد مشكور سليمان السادة النواب المحترمون السادة الرؤساء وأساتذة وموظفي مؤسسات التعليم بالناظور إخواننا في الصحافة المحلية والإلكترونية بالإقليم أعضاء المجلس الجماعي للطفل بالناظور آباء وأمهات أولياء التلاميذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية السادة الأطر. السلام عليكم، مختاري مرجان منسقة المشروع في جمعية تسغناس للثقافة والتنمية. اليوم كنتواجدوا في المجلس الجماعي لمدينة الناظور، جينا في هذا اليوم هذا المبارك باش نجيو رفقة لواحد المجلس جماعي للطفل مدينة الناظور اللي أسسناه في إطار مشروع الناظور مدينة فعالة للعيش المشترك اللي كتنظمه جمعية تسغناس للثقافة والتنمية. في هذه التجربة هذه الفضلة أو هذه الثمرة ديال هذا اللقاء هو أنه المجلس الجماعي ديال الطفل قابل المجلس الجماعي لمدينة الناظور، عرضنا عليهم التجربة ديال المشروع وفي إطار هذا النشاط
قدم المجلس الجماعي لمدينة الناظور، عفوا المجلس الجماعي للطفل لمدينة الناظور قدم واحد الملتمس اللي فيه بعض الحاجيات اللي كيشوفها الأطفال ناقصينهم في مدينة الناظور. ومن هذا المنبر كنوجه الشكر والامتنان الخالص لجميع الأعضاء ديال المجلس الجماعي لمدينة الناظور. شكرا. السلام عليكم، قناة هاجر الغوتي، قاري 14 سنة، قاعدة إعدادة الكينتي. تمثل رئيسة جماعة رئيسة المجلس جماعة الطفل بمدينة الناظور. نهارا كيجنو مرقي مع مجلس الجماعي بمدينة الناظور، نستيرخ مجموعة من المواضيع ونتسفن يجن الملتمس نطلب زيسن إذا كان يجن مدينة الطفل بمدينة الناظور وأنه تحتفل بالطفل كل سنة. وتشكري تشكريك نمطاس وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم راسي إسراء بالطوي في مستوى أولى إعدادي بمؤسسة الكندي. جينا اليوم باش نتحدثوا على الحاجات ديال الأطفال والتلاميذ اللي خاصهم، ونحاولوا نوصلوا شي قرار باش نقدروا نلبيو لهم الحاجيات ديالهم. مثلا كالملاعب الرياضيه يعني اللي خصها التجهيزات والتاهيل، يعني بزاف د الحوايج في المؤسسات، او لا السينما يعني باش الاطفال يترفهوا، او لا المهم باش الأطفال يخرجوا المواهب ديالهم في مسابقات في عدة مجالات. وإن شاء الله كنتمنى أننا نوصل لشي نتيجة جيدة. وشكرا. مقاربة التشاركية، وما نحن إلا من أجل تبعة الحال نوصل واحد الرسالة، رسالة اللي هي مهمة خصوصا للأجيال الصاعدة التلميذات والتلاميذ. إن شاء الله كنتمنى أكيد، وحنا فأني متيقنون هاد الكتات ولا هاد التلاميذ هاد الكرسي اللي حنا جالسين فيه غنتبدلو إن شاء الله حتنكم هاد المدينة، وغتسيلوا بهاد الأمان كما تحاولوا تكونوا أيضا أنتن وأنتم كتسيلوا وكتدبروا واحد الشأن كبير، الشأن المحلي. أكيد أنه كل جيل وعنده واحد التصور ديالو، كل جيل والوقت ديالو، وفي يعني في البيئه اللي عايشين فيه. نتوما ان شاء الله غادي نجي، حنا كل على يقين دائما كنستحضروا من خلال الاشتغال ديالنا هذه المقاربه التشاركيه، كنشتغلوا على اي اساس باش نوجدوا لكم الفضاء، باش نوجدوا لكم المحيط اللي غتلقاو فيه الرحب ديالكم، وكنحاول ما امكن باش نحققوا طلبات والحاجيات ديال الساكنه ديال مدينه الناظور، لان انتم جزء من هذه الساكنه. هذه مسؤوليه كبيره، واللي كنتمنى ان شاء الله من جيو انتم بلاصتنا تكون احسن منا بكثير، باش نركزوا على خير خلفين من خير سلف. اذا ما غاديش نهضر بزاف بقدر المره سوف تعرف مزيان. اش كنيو خصوصا التلاميذ، كنيو الامل، كنيو المشعل غامق ان شاء الله الى غيري شعالي يقين انه كاينين ان شاء الله تجي الوقت لا لا اقل ان شاء الله اقل ان شاء الله هذا اللي 16 ربما 15 ان شاء الله يزيد 10 سنين يمكن يقل ان شاء الله. نتمنى كاين غير ذلك الى جبار يجي المرحله تبديل الشان المحلي. الشان المحلي ما هو الا استراتيجيه في اطار الديمقراطيه لبلاد الافتخار زيس المغرب، انه في العملية التطور العمل الديمقراطي يسمح لنا والساكنة اختار إيوذان رئيسيان تدبير شأن محلي ما يتعلق بجماعة قرارة البلدية، بل أيضا ما يتعلق شأن المؤسسات التشريعية للمؤسسات الأخرى عمومية. نتمنى شي باسم المجلس شي قد مجهود، ولكن بشرط شي مجهود ومحق طلبات الأم كنوع ويختار من ذي مستوى المرة الأباء الأم الأمهات الأم أتلي إن شاء الله يجني براس يهمني النظر أتومي الدبلوم إن شاء الله يزيبو ذلك النظر أتزداد الزاوم. أتمنى الزاوم أيضا أتشتهدم أتلي إن شاء الله يجن مواطنة ومواطن صالح أتسهمم للتعبئة للتحسيس على كون أنه امتدت النظر ذو النيل يجي الهدف الأسماء هتنتوالا إن شاء الله النظر من الزون الشمارة غزل الله يريد المستوى المدور يتجا أحظى باهتمام. إذا يتمنى أي واحد أشوف الشيء القاتل الشيء يتمنى افتخار زيهم
شي المهندس شي الدكتور شي يعني مجموعه من مجموعه من مجموعه من المهندسين تخصصات اللي نشكل ان شاء الله في دول اللي فاق بعض الاعزاز اسيني استاذيه تلميذيه تلميذ بشكل كبير كيسيتي الصوره الجماعيه راه مهندسه ان شاء الله في البلديه اللي غتدي مؤسسه المغرب ولكن قاعدة نمشي نخدم مرة ولكن ان شاء الله تخصص من الدبلوم الا تخرج ما يمين ماشي بقدر انه فريمون غتخدم تحسن مقدريات ولكن من اجل ان تساعد باش تساهم ما يكون لمزيد التنميه لبلد المغرب. بلد المغرب يحتاج اليوم الى التلميذ الى التلميذه الى الطفل وطفله الى رجل وامراه الى جمعيات المجتمع المدني. اليوم المغرب والمدينه تنوضوا على وجه الخصوص تحتاج الى ابنائها في اطار مقاربات تشاركيه ماشي برنامج مقاربه تنفيذيه على ما يتعلق بمساله مقاربه تنفيذيه هم في السكان كانوا ما راهو كاين هذه المسيره ولكن العمليه الديمقراطيه انذاني جراجلين غاصم حق حق المشاركه للانتخابات روح صوت سقط مجموعه من الانذار في اطار العمليه الديمقراطيه وايضا تبني على الانتخابات الاخرى فيما يتعلق بالانتخابات التشريعيه التي خارج بالضبط. اذا ما يهم اليوم هو بلديه النظر. بلديه النظر نكسب على فئه النظر كامانه اننا سوف ننكب جميع اعضاء المجلس او نحقق رغبه ما يتعلق اولا نحققهم الفضاءات سوسيو التربويه سوسيو رياضيه سوسيو ثقافيه ميقاتك يعني ان يفار مثلا الرياضه الام ملاعب الكره الملاعب الالكترونيك المسبح القاعات المغطاه والحق الوب من واجب الجماعه الترابيه امر الفار ما يمين من اجل الترويح الخميسون لانه حق من حقوق نهار الطفل والطفله كذلك ما يتعلق مراكز السوسيو الثقافيه من مكتبه من متحف من مجموعه من المرافق لتعليم الاطفال وايضا اوجه نقطه مهمه هي المكتبه مكتبة عون مهمة جدا، المسرح مهم جدا، جميع أنواع ما يتعلق بالثقافة، وضع حق اليوم يختل الشيء، يختل الشيء جميع الوسائل ما يحتاجون الفرق ديال المسائل، أيضا ما يتعلق بالمراكز السوسيو التربوية، مرة فخورين جدا بفخار الزيون أنه جميع المكونات من جي دكتورة حكيم دينا، أتمنى إن شاء الله تشن من الأستاذة، إن شاء الله مستقبلا. كني مشجع دكتوره وكذلك الاخوان الاطفال النظمي الشباب هذه نمشي الدكتور سي هشام عضو سي محمد مرتضى سي امين سي مالك شي مره يعني شي متمنى ان نشوفها باش اختارها كيف بدا الاستشهاد شكرا لكم مره اخرى ترحيبيه كلمه تشجيعيه واعتقد انها كانت بابا كبيرا للتشارك يعني لازم طوار زيرخو الباب باش تنكميو عناصر تشاركيه في فعل التدبير المحلي للمدينه. سيدي الرئيس، الساده اعضاء المجلس الجماعي، اعزائنا اعضاء المجلس الجماعي للطفل الحضور الكريم، باسم جمعيه فيسغناس للثقافه والتنميه ونيابه عن رئيسها السيد اسلام المختاري وباسم اعضاء المكتب الاداري وفريق العمل نثمن باعتزاز هذا المشروع التنموي المتميز الذي يروج اخراج المجلس الجماعي للطفل بالناظور الى حيز الوجود بشراكه مع المجلس الجماعي للناظور والمنظمه غير الحكوميه التجمع من اجل السلام السي بي بي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي. وبصفتنا نائبا للرئيس يحق لنا اليوم أن نتقاسم وإياكم فرحة هذا الإنجاز ملفتين انتباهكم إلى أن ما أسدته جمعيتنا من خدمات لمصالح الشباب والطفولة بالإقليم بالجهة وبالوطن بصفة عامة منذ تأسيسها سنة 1999 خير دليل على حضورنا في هذا اللقاء اليوم. خدمات تجلت أساساً في جعل الشباب محور اهتماماتنا ومحور الفعل التنموي الذي اشتغلنا عليه زهاء زمن طويل يفوق العشرين سنة سواء فيما يتعلق بالشباب والهجرة أو الشباب والتنمية الشباب والثقافة الشباب والفن والمسرح وما إليه. وهنا سأفتح القوس لأذكر أعزائي التلاميذ المجلس الجماعي للطفل
أن جمعيتنا سبقت أن انتدبت مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين مثلوا المغرب خير تمثيل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، لا سيما في فرنسا. مباشرة إلى منسقة المشروع الأستاذة المختاري مرجان عن فريق العمل بجمعية إسغناس للثقافة والتنمية. أولا قدم نفسي، أمختاري مرجان، منسقة مشروع وعضوة فريق عمل جمعية إسغناس للثقافة والتنمية أستقل. اليوم بدوري سأقوم بتقديم مشروع الناظور مدينة فعالة للعيش المشترك، تعزيز الاندماج والحوار الثقافي. نكمل بالدارجة، غنحاول نقرب لكم شوية الفكرة ديال المشروع. نتقسموا جميعا التجربة ديالنا في هذا المشروع. إذا قمت بإعداد بريزونطاسيون عرض مبدع المشروع. إذا سوف أتطرق على الستة محاور بعجالة حول المشروع، أهداف المشروع، أنشطته، النتائج المتوقعة للمشروع، الممارسة الجيدة للمشروع، وبعض الصور. إذا الناظور مدينة فعالة للعيش المشترك، تعزيز الاندماج والتواصل الثقافي أو الحوار الثقافي، هو مشروع منفذ من طرف جمعية إسغناس للثقافة والتنمية بشراكة مع الجماعة الترابية لمدينة الناظور و أسيبيبي بتمويل من الإدارة المنهجيين، انخراط جماعة الناظور في كل ما هو بين ثقافي، ارتفاع من سن الوعي لدى جماعة الناظور، وأخذ بعين الاعتبار قضايا المهاجرين على مستوى تخطيط المدينة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا، تحول جماعة الناظور إلى موقع الفاعل في برنامج الهجرة، تحول جماعة الناظور إلى الشريك الفعال للجمعية وتنظيمها المشترك للأيام بين ثقافية الإفريقية. وكبر على الأيام بين ثقافية الإفريقية، نحن كنا كنخدمو في صدد المعرض ديال الأيام للجمعية أنفاقية الجمال واسعة عن هذا المشروع، بدءا من التعريف به والأهداف التي تنشدها والنتائج المرتقبة إلى آخر نقطة في هذا العرض. إذا شكرا لك مرة ثانية، والآن غادي ندوزو للطرف أكثر حضورا لهذا اللقاء، هو المجلس الجماعي للطفل. فلتتقدم التلميذة هاجر. أدرس في السلك الثاني إعدادي من الثانوية الكندية. إذا أنا هي رئيسة المجلس الدستوري للطفل. بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيد رئيس جماعة الناظور، حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس الجماعي، سيدات والسادة أطر موظفي جماعة الناظور، السادة الحضور والكرام، كل باسمه وصفته. يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها. كما لا تفوتني مناسبة أن أشكر أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية إسغناس للثقافة والتنمية أستيكود، وعلى رأسهم السيد عبد السلام أمختاري رئيس الجمعية، وأيضا الشكر الموصول إلى كافة أعضاء فريق العمل للجمعية على مجهوداتهم التي يبذلونها، وأيضا على مواكبتهم وسهرهم على إخراج هذا المجلس الجماعي للطفل بالناظور لحيز الوجود. أود أيضا أن أشكر كافة زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس الجماعي للطفل الحاضر. بالنسبة لمجلسنا، تم تشكيل مماثلة لمجلس الوقت يتكون من رئيسة المجلس بشخصي أنا، ونوابها وكاتب المجلس ونائبه وخمس لجان دائمة. بالنسبة للمؤسسات المشاركة، 15 عضوا من الثانوية الإعدادية الكندي، 15 عضوا من الثانوية الإعدادية الخوارزمي، وتسعة أعضاء من مؤسسة الإمام ملك للفرصة الثانية. وتم تشكيل المجلس بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع باعتماد قرابة منه. وهذا المجلس هو آلة من آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور 2011، وانسجاما مع القوانين الجديدة المنظمة للجماعات الترابية. وهذا المجلس يهدف إلى النهوض بالمشاركة والمساهمة وتعزيز الانتماء والتربية على المواطنة، وتمكين الفاعلين المحليين من تضمين سياساتهم وبرامجهم ذات الأبعاد المتعلقة بالطفولة.
لا شك أن بلادنا حققت مجموعة من المكاسب في مجال حقوق الطفل، واعتبارا لمختلف التحديات التي تعين عليه رفعها في هذا الصدد، ولرهان الطفولة الحاضر بقوة في أهداف تنمية مستدامة، وكما عبر بلدنا منذ توقيعه على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993 عن التزامه المتواصل بالنهوض بحقوق الطفل، ولعل أهم المكتسبات التي نعتز بها يمكن إجمالها فيما يلي: القيام بمبادرات عملية لتعزيز مشاركة الأطفال من خلال برلمان الطفل والمجالس الجماعية للأطفال ولجان الأطفال ونوادي الأطفال، القيام ببرامج لتكوين الموارد البشرية في مجال حماية الأطفال، إنجاز مجموعة من البرامج والخدمات من طرف الجمعيات لحماية بعض فئات الأطفال في وضعيات الشارع والأطفال المهملين والأطفال في الشغل إلى آخره، إنجاز مجموعة تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل ورفع اللبس عن بعض أنواع الاعتداء والاستغلال التي تمس الأطفال، القيام بإصلاحات تشريعية مهمة لملائمة القوانين الوطنية والمصادقة عليها همة مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الحالة المدنية وشروط التشغيل المتعلق بالعمال المنزليين وباقي القوانين الأخرى. على المستوى الترابي، تتدخل الجماعات الترابية والسلطات المحلية بدورها في مجال حماية الأطفال سواء من خلال المخططات الجماعية للتنمية أو برامج العمل، إلى أن تنفيذها بقي في الغالب عن محدودا وغير مكتمل، وذلك لأسباب كثيرة تعرفونها. لدى سائلكم سيدي الرئيس وباقي أعضاء المكتب المسير، وأنتم في صدد إعداد برنامج عمل الجماعة عن مكانة الطفل وحاجياته في هذا البرنامج، هل ستكون أولويات الطفل حاضرة بقوة في جميع مشاريع الجماعة؟ وفي هذه المناسبة نرفع إليكم سيدي الرئيس هذا الملتمس، راجينا تأسيس مهرجان مدينة الطفل لتحليل سنوي منظم بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل سنة. مسابقات ثقافية فنية وأدبية، تنظيم تظاهرات رياضية وفعاليات استكشافية وغيرها. واعتبارا لغيرتكم على المدينة ودفاعكم المستمر عن الطفولة، فنحن متأكدون أنكم لن تضطهدوا جهدكم في التجاوب الإيجابي مع هذا الملتمس. في الختام، ليس عوني إلا أن أشكركم مجددا على حسن الاستقبال، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم الموكولة إليكم. جامعيات الفصاحة وسلميات في الخطاب وحجاج حاضر داخل كلمتها، يعني تبارك الله عليك بنتي، نتمنى لك التوفيق في الحياة ديالك والتوفيق في هذه المهمة اللي هي صعيبة جدا اللي غادي تحمليها، وما غاديش تحمليها غير في الطفولة ديالك، واعتقد انك تحمليها في الشباب ديالك وحتى في المرحلة ديال اللي غادي تكون بحول الله في المستوى ديال التطلع لتقلد امانات كبرى سواء سياسية اجتماعية تربوية عائلية وما إليه. إذن مرة أخرى شكراً لجميع الحاضرين. الآن غادي نفتحوا واحد باب ديال النقاش اللي عنده شي توضيح ولا بغى شي سؤال، ونتمنى أن يكونوا حتى من التلاميذ والتلميذات يكونوا حتى هما عندهم. السيد رئيس المجلس البلدي على حسن الاستقبال. أما بعد، أود أن أسأل السيد الرئيس بعض الأسئلة، والتي هي: أولاً، ما هو دور المجلس البلدي في منطقته الترابية؟ ثانياً، هل هناك أفكار ومشاريع تنموية حديثة تخص الأطفال والتلاميذ؟ وبالنسبة لنا نحن كتلاميذ نعاني من نقص في بعض التجهيزات بمؤسساتنا التعليمية، مثلاً في الملاعب الرياضية التي تحتاج إلى تجهيزات وتأهيل، ونلتمس من مجلسكم الموقر أن ينخرط في الاهتمام المدرسة نفتقر إلى كثير من الملاعب الرياضية
وتنظيم أشياء كثيرة مثل رياضات دوريات مع كرة القدم وكثير من الأشياء. وهذا هو أقترح إجراء أي بسم الله اسمي أليس كوري. أقترح ديروا إنشاء مكاتب لأجل الأطفال كتابات لأجل الأطفال وأيضا إجراء مسابقات من أجل أن يبين ويبرز الطفل فيها مواهبه. بلال أبجي يخصانخ معهد السينما والموسيقى هذه مدينة النظر وشكرا. السلام عليكم. بداية شكرا بزاف حيت جيتوا عندنا اليوم. احنا صراحة احنا فرحانين حيت استقبلنا لكم وحيت هذه التجربة ديال المجال على مدينة النظر خصوصا وان اليوم هو يعني نفس يعني عرف الفكره عن طريق الموسيقى ديال المشروع. تفائلت علاش حتى بحكم واحد التجربه دوزتها صغيره في اوروبا هاد المجالس المنتخب للاطفال كتلقاها يعني مفعله بشكل كبير. وهاد الفكره علاش مهمه؟ مهمه بزاف من واحد الناحيه اذا كنت مطمئن على المستقبل اللي هو المستوى العالي والمشرف بلديه الناظور للاطفال اللي كيطمئن للمستقبل كنعرفوا بلي كاين. شكرا سيدي الرئيس. الحقيقه تحرجت حتى لقيت راسي بحال كنواجه معارضه في الاسئله ولكن برافو عليكم. الاسئله كانت موجهه اكيد كاع اللي طرحتوه لان من تدخل لا الاسراء ولا دعاء ولا ايه وحتى بلال طرحتوه مجموعه من خصائص ديال الحاجيات خصوصا ما يتعلق اللي قلنا قبيلتي البعد الثقافي البعد الرياضي البعد التربوي. لا غير نركز لكم على انه بما انه اشتركت مع الاستاذه ديال مرجان المختاري ما يتعلق ببرنامج العمل ايضا مجلس جماعي راه خدام حنايا في بدايه ولي امتداد. ما معنى يعني حنا شدينا بالسوارت ديال المدينه باش نسيروها والقانون كيعطي لنا بدايه في السنه الاولى خصنا نوجدوا واحد البرنامج العمل ما كليناش نسيروا الشان المحلي بشكل عشوائي. بالعكس تكون خطط تكون مشاريع يكون برامج تكون متناسقه ومتكامله بطبيعه الحال تصب في تحقيق مطالب ديال الفئه المساكنه من بينهم الاطفال. كون على يقين وانكم تفتخروا ان بلاد المغرب راهو بزاف علاش قلت لك الاستاذ المختاري رجعت واحد الكرونولوجيه واحد الاستراتيجيه ديال الاحداث على يختلف الاخوان الاساتذه ديال البونا الناس اللي كنشكرهم بزاف كونونا وربونا واليوم كنتلبسوا المسؤوليه بفضلهم نحن الان هنا كنقضوا هذه المسؤوليه حتى انتم ان شاء الله شي نهار غادي تشكروا ايضا الاطر ديالكم التربويه. الظروف يمكن واقعيه لدى التلاميذ والتلميذات الظروف اللي عايشين انتم في المؤسسه التعليميه يختلف يختلف كثيرا اللي كنا حنايا الظروف اللي كنا كنقراو فيها. الحمد لله المغرب طول بزاف طول بزاف يطول ولكن الانسان الغريزه ديالو النفسيه ديالو دائما تريد التجديد تريد الجديد. من حقكم العالم الان يختلف انا اللي كنت طفل الامنيه ديالتي تختلف الطفل اللي كاين دابا وايضا الطفل المستقبل ان شاء الله حتى تولي نتزوجوا وتكبروا وتخلوا الاولاد عاود الاحتياجات ديالهم تختلف عن الاحتياجات ديالكم. ولكن اقول على يقين ما يتعلق بالمرافق خصوصا الملاعب الرياضيه الحمد لله المدينه ديالنا تطورت في القضيه ديالنا نقول لك صراحه ما كانش عندنا ملاعب نهائيا كاع ما كانش عندنا ملاعب نهائيا ولكن بالمقابل كانت هنالك القوه والعطاء ما يتعلق بالالعاب المدرسيه. عاد الالعاب المدرسيه في هذه الوقيته فيكون حنايا كانت في اوج القضيه شويه الخفوت نقص غير الجانب ولكن الجوانب الاخرى الحمد لله المؤسسه التعليميه اليوم تطورات حتى الطريقه البيداغوجيه ديال الاساتذه الخطوط التربويه راه تطور بزاف من ناحيه الحقوق ديال الطفل ايضا كاين واحد التطور ملموس من ناحيه الممارسه ديال الاحتراف حقوق ديال الطفل. ولكن اللي كنبغيو دائما ان اولادنا ديالنا الابناء ديالنا حتى انا عندي جوج دراري
عندي راهي 18 عام، عندي لي 90 شاب مخصصين ومازال ندعو عليه للتيسير. حتى هما نفس الشيء المطالب ديالكم، حتى هما كيبغيو فينا باغي نلعبوا، باغيين المعهد ديال الموسيقى. وانا كنحشم بهم بكل صراحه، عندي بنتي عندها الهوايه ديال فن التشكيل، ما كتلقاش بين باش تفجر الساق المواهب ديالها. ولكن هذا ثقل علينا، هذه امانه، كل عليا كاين برنامج غادي ناخذ بها الاعتبار. واللي عجبني بزاف هو ان السيمو ربما من بين غير بلاد كيسند الدوريه ديال الكره ديال انواع ديال انواع اصناف ديال الرياضه. ماشي كره القدم، كاين دور العوم، كاين الباسكيت، كاين العاب اخرى طائره. كل عليا كاين ان ناخذوها بعين الاعتبار بحال الاطار الجنه ديال المرافق الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه. وعودا بهذا الجميل انهم انخرطوا مع جميع اطفال ديالنا والشباب ديالنا في اطار نحييو بطبيعه الحال الدوريات ديال الاصناف الرياضيه. كذلك كاين مشاريع اخرى في اطار البرنامج ناخذوها بالاعتبار كل على يقين. والسي بلال اللي قال واحد النقطه مهمه جدا ما يتعلق بمعهد السينما والموسيقى، عيب وعار اننا في قرن 2021 مازال مدينه الناظور ما عندهاش معهد ديال السينما او قاعه السينما. ولكن كل على يقين لا سي منتصر ولا بزاف الاخوان حنا واعون بهذه المساله، لابد ان شاء الله من فضل الله تعالى في الولايه ديالنا في العهد ديالنا تكون ان شاء الله واحد قاعه السينما. بالنسبه غير باش تفرقوا بانه داخل المؤسسه التعليميه وان كانت هنالك يعني اختصاصات مشتركه ما بين مؤسستين، مؤسسه الجامعه الترابيه ومؤسسه التعليميه، اكيد حنا واعون بهذه المساله. ولكن فيما يتعلق بالبنيه التحتيه والجهات البنيه التحتيه داخل المؤسسه التعليميه، هذا الشيء من اختصاص ديال وزاره التنميه الوطنيه. ولكن هذا ما كنقولوا على يقين ان احنا ما نبخلوش في اطار المقاربه التشاركيه ايضا في الاختصاصات المشتركه. غادي ندخلوا كما قال الاستاذ الرئيس ديال الكتيب عندي الجمعيه عمر ساريد سي عمر باش تعطي على الفرصه الثانيه الجايه الثانيه. كل على يقين انه احنا غادي ندوزوا الدعوه ان شاء الله غادي نجيو اي حاجه اللي من اختصاص ديال بطبيعه الحال ديال الجامعه غتدي البصمه ديالها غتشارك معكم. اكيد انه كل شيء هادشي الا من اجل مصلحه ديال ولادنا، مصلحه التلاميذ والتلميذات. اخر ما يتعلق غادي نجاوب عليه هو ما يتعلق بواحد السؤال مهم جدا اللي كتها دعاء بالنسبه للاحتياجات الخاصه، لا من ناحيه الولوجيه ولا من ناحيه ايضا بالنسبه للاحتياجات الخاصه. الحمد لله الى جينا نقارنوا اليوم خلال مؤسسات المهتمه بهؤلاء الاحتياجات الخاصه كاين واحد التطور ملموس، لا بالنسبه للمكفوفين ولا بالنسبه للاعاقه الذهنيه ولا التمثيل السبليه ولا بالنسبه للمؤسسات المختصه بالتوحد. كاين واحد التطور بالنسبه للبنيه التحتيه لهذه المؤسسات. ولكن بجانب اخر نحن نعي فئه الاحتياجات الخاصه حتى من جانب ديال غير المستوى كنحدو واحد الكوطة من واحد الحصة، لا بالنسبة للمزايدة العمومية، لا بالنسبة للملك العمومي، لا بالنسبة للملك الخاص، كنديرو بعين الاعتبار واحد الحصة لهاد الناس الاحتياجات الخاصة. حنا واعون بأنهم حتى هما خصهم يندمجوا معنا وينخرطوا معنا وعندهم واحد القوة اقتراحية، قوة فكرية باش يساهموا كاملين بنا من أجل تنمية هذه المدينة. في البداية المقدمة التي قلت لكم بأنه هذه المدينة كتحتاج لجميع الناس ديالها، من اطفال ومن شباب ومن شيوخ ومن نساء ومن رجال، ديروا يدك في يد من اجل هذه المدينه ومن اجل هذا الوطن. اذا ما غاديش نطول عليكم بزاف، كونوا على يقين انكم انتم معارضه قويه، بالعكس دائما تواكبوا معنا، ديروا علينا الضغط في مواقع التواصل كما سمعت الاخوان ديالنا. وبالمناسبه راه ماشي حنايا كاعضاء ديال المجلس، راه حتى الاطر ديال الجامعه الترابيه المهندسين من تقنيين ومن اطر كفاءات كنفتخروا بهم، كيوجهونا، كنستمعوا لهم، كنصغوا كنديروا عمليه الاصغاء، راهو الهم ديالهم. اخر سي افراوي وهو المهندس اللي جا كان كيشتغل 8 الصباح لحد الان كيوجد المشاريع من اجل ماذا؟ الا من اجل الاطفال ديالنا. ومن بين المشاريع اللي طلبتوه هنايا سولتوا عليه خصوصا مجموعه المشاريع اللي تتعلق بالمشاريع الثقافيه والرياضيه راهي حاضره غناخذوها بالاعتبار والاستسماح. ولكن قبل ما نتسلى الكلمه ديالتي دايما نقدموا معنا شكرا. يعني مقاربه النوع
ولكن المجلس يكشان في حربي كتازي حرب من دون يشكر فوالا هذه الملاحظة ربما حتى في المؤسسات لأن ديني النوع ربما المجلس يقدمان في المنطقة تلاحظ يعني جارة العادة أنه مار المجلس تلديس العنصر يعني تقولي كتاسة ولكن في حالي حتى للمؤسسات حتى للأقسام ربما تسديد الأطر التربوية لحظة الملاحظة أنه العنصر النسوي حاضر وربما من يرجع لنا حتى الشيء ديال جمعية الصناص نتعمد تتصل اعتماد المطالبة النوع وكذلك حتى ذي الانتخابات الجماعية المنية لأن ضروري المقاربة النوع الاجتماعي. السيدات يعني الفخر والاعتزاز على السيدات ماشي سيدات دبلومات نخبة في المستوى والعطاء النسبي أكبر بكثير من الشيء كمقاربة النوع كرجال تسمى مني تشد المنتوج تازي الفوارتي هذه مهمة مش نرجع إلى المغرب حبي اللي لقيت وايد بس والمرأة اللي نبغى النظر مستقبل غطول على يقين كل غير سيوان الثاني خسر على يقين غير اليقين أكثر من اليقين أنه لأسيد يدوسي المجلس يوحد نسا سيمون هذه اللي تحرم هذه اللي تحرم أنت عبادي رئيسة تعمل المجلس قال لي يقين أنه حتى التطور تصورات من العمل الحمد لله يتوا بالعكس غير من غاتوش تسمى مجهود الانتخاب باش كتجري بين شي غادي المجلس تسمى كاين شي مجهود جبار جميع الاخوات ما برافو عليهم واخر 13 تزيد تعاون هذه ونتستي ان شاء الله عمر اليوسين هذيك على 26 تم غادي تفرجني عليها زعما السيد الرئيس في 2018 النيابه في نهايه السنه الدراسيه تنظم يعني مجلس بلدي للسيد الرئيس والاعضاء ديالو هما كلهم شباب يبانو تما باقيين صغار الحمد لله اذا انت نتوما راه ما بقالكم والو غادي تكون ما غاديش يبقى داك المجلس البلدي الافتراضي ربما ان شاء الله غادي تكونوا مجلس بلدي بلدي ومجلس جماعة النضور حقيقي من ناحيه من ناحيه اخرى نتمنوا النجاح والتوفيق للمجلس الجماعي المشكل في الاونه الاخيره والحمد لله كله شباب وكل طاقات من المهندسين والدكاترة وطاقات إلى آخره منه التوفيق له وثم عنده واحد ملتمس السيد الرئيس واحد في جميع المجالس مع المؤسسة التعليمية دائما كاين واحد الخلا ديال واحد الدعم إما في المكتبات ولا في الكتب الدراسية ولا في الدخول الدراسي حتى كنشوف في العلوية 17 عام في الإدارة التربوية ما عمر كانت عندنا شي اعاده ولا شي تدخل من المجلس البلدي كيخلي واحد القناه كيعاون بها المؤسسه التعليميه نتمنوا السيد الرئيس اللي حضر بعين الاعتبار الى نعطيكم شي قناه باش دعموا المؤسسه التعليميه وشكرا شكرا